من هذا المنبر بغيت نقدم تعازي الحارة لأبي وأخي وابني مو ايدول سيد عبد الرؤوف، الله يرحمه، الله يجد عليه الرحمات، الله يجعله من العليين والصالحين، الله يجعله من السالكين، والله يجعلهم من السالكين يمشي عند سيد ربي بدون حساب ولا احتساب. معلمة خلات واحد البصمة، خلات واحد الفرحة، خلات واحد البهجة في كل بيت. وهل يخفى القمر؟ سيدي عبد الرؤوف ضحك طول الموند، عطى البهجة لطول الموند، عطى الفرحة لطول الموند. ما كاينش شي بيت اللي ما دخل عليه البهجة والفرحة. وتيقول لك وأحسن المقامات وهي نبغي المسلم تيكون أنه عنده ديك البسمة وعنده ديك الضحكة، تيدخل الفرحة على خول. وما أحلى مقامات وهو جبر الخواطر. كان تيجبر لنا الخواطر ديالنا، كان تيجبر لنا القليب ديالنا، كان تيفرحنا، كان تينشطنا، كان تيعطينا. كيما كان شي بيت كان حزين تيدخل عليه البهجة والفرحة. صافي دي هو في المقامات ديال جبر الخواطر. وربي في واحد المقام عالي تبارك الله، واحد المقام جميل جميل وراقي. سيدي عبد الرؤوف الله يرحمك، الله يجد عليك الرحمات، نحبك وستظل في روحنا في قلبنا وفي أرواحنا إلى الأبد.